السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: استحيي من الله حياءك من الرجل من صالح قومك. استحيي من الله حياءك من الرجل من صالح قومك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيكلمنا عن قيمة كبرى وقيمة عظمى من قيم الشريعة، وهي قيمة الحياء من الله، أنك تستحي من الله عز وجل. إذا عصيته فلا تعصيه، تستحي من الله عز وجل. إذا قصرت في أمر من أوامره فلا تقصر فيه. حياء من الله عز وجل، لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقربه إلى أذهاننا استدعى صورة بنشوفها في حياتنا، وهي صورة قريبة من معنى برنامجنا، صورة الأسوة. في حياتنا في أسوات، في ناس بنحترمهم، في ناس بنوقرهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بها مثل فقال: حياءك من الرجل من صالح قومك. راجل أنت بتستشفي فيه الخير من غير ما تزكيه على الله سبحانه وتعالى، لا تزكوا أنفسكم، وبتشوف ان الراجل ده صالح. طبيعتك لو انت يعني بتاخد راحتك شويه، في حاجات معينه بتعملها في طبيعتك، لما بيكون الشخص ده موجود بتبدا توقره، تستحي منه. هنا شخص من صالح قومك، يعني احنا بنتكلم بره دايره الانبياء والمعصومين، احنا بنتكلم عن شخص. ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام اقر ان في حياء من هذا الشخص، ولما اراد انه يقرب لك معنى الحياء من الله سبحانه وتعالى قال لك: حياءك من الرجل من صالح قومك. شوف، انت بتتكسف تعمل الحاجه دي قدام شيخك، قدام والدك الله يحفظه او الله يرحمه لو كان مات، تبدا ان انت تتعامل من منطلق هذا الحياء اللي بتوقر فيه ناس، اللي بتتعامل معاه من منطلق التوقير والاحترام، فتبدا تفهم هذا المعنى. المعنى ده بياخدني لقيمه التاسي مره تانية بس بشكل اوسع شويه. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت كانت على المقدمة ومعنى الأسوة وطبيعتها وتعريفها وكلام المفسرين عن الأسوة وكلام الفقهاء وكلام الأصوليين، وقلنا إن التأسي ممكن يكون له وجوه وممكن يكون له تقييدات وإطلاقات. في ناس بنتأسى بهم بشكل مطلق وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي معايير أخرى للتأسي ونماذج أخرى للتأسي موجودة في القرآن وموجودة في السنة وموجودة في سير الصالحين. عايزين نعرف برضو معايا اخويا وحبيبي الدكتور محمد فرحات ربنا يحفظه، يقول لنا كده نتأسى بمين؟ مين اللي ممكن نتأسى بيهم؟ هو برضو ممكن نصيغ السؤال كنوع من انواع الصياغه التأسيسيه كده اللي هنمشي عليه. هل التأسي لا يكون الا بالانبياء فقط؟ الاسوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيش فيها مشاكل، الاسوه بالانبياء مفيش فيها مشاكل. هل مصطلح الاسوه مقصور بس هنا، ولا هناك فعلا جزء اسمه التأسي بالصالحين؟ لما نيجي ننظر في الخطاب الشرعي نجد الخطاب الشرعي لا بيؤصل ان فعلا هناك تأسي بغيرنا. تجد هذا في الخطاب الشرعي لنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طب كتب عليكم الصيام خلاص ما كفاية؟ لا، ما سبحان الله. فهنا جاء التنبيه ان من قبلنا فعلوه لنا فيهم أسوة، انهم امتثلوا لهذا الامر اللي هو قد يكون فيه مشقة. نعم، بس غيرك من الصحيح قد فعلوا. أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ ما احنا يكفينا مثلا وجود النموذج بتاعنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا، كذلك السابقين، كذلك الحال أيضا في خطاب. وحتى نموذج النبي مع الذين معه، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ما قالش ما آمنت به يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حتى في الإيمان نفسه اللي هو صحيح. أصل المعتقد نفسه بيقول إن هذا الأصل في الاعتقاد الذين آمنتم به. تمام. وخطاب السنة أصلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخاطب أصلا الصحابة وغيرهم ما كان بيخاطبهم وبيربيهم بمن سبق: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد. فلو عايز يغرس مفهوم البذل والتضحية ومفهوم من قبلكم، من قبلنا أيضا، ما كان يكفيه أن يقول لهم اصبروا وهم همتثلوا. وبالمناسبة هو هنا ما قصرش الأمر على الأنبياء، رغم أن احنا عارفين أن في من الأنبياء من فعل به هذا بالزبط. بس هو النبي عليه الصلاة والسلام تركها مطلقة بالظبط، يؤتى بمن كان بالرجل ممن كان قبلكم. اللي هو يفهم حتى في السياق العام أن هذا لم يكن نبي، كان رجل من عموم الناس. والنماذج القرآنية اللي بتعرض علينا، مؤمن سورة ياسين بالظبط، لما يعني يأتي الله عز وجل بذكر: ولا أعلم أحد من أهل التفسير قال إن ده نبي، لأن أصلا سياق الآيات: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثلاث. يعني عندنا في القرية ثلاث أنبياء ويجي واحد من أقصى المدينة رجل يسعى، نموذج قرآني. تمام، مؤمن بني مؤمن سورة ياسين وهكذا. فلما تيجي تشوف أنت بقى النماذج دي أنت هتيجي تتكلم على إيه؟ طب أنا هتأسى بالصالحين،
في ايه الضابط بقى للتعامل مع الصالحين؟ احنا ذكرنا الضابط الحلقه السابقه ان التاسي يكون مقرون بان بقى خذ الاسوه تعبدا. طب الصالحين احنا اصلنا ان احنا هناخذ منهم الاسوه. التاسي بالصالحين يوازي او يساوي التاسي بدرجه الانبياء؟ ده دي نقطه لازم نقف معاها وقفه طويله. لان الحقيقه ما بين افراط وتفريط ككل شيء في حياتنا بنلاقي احيانا يا دكتور ان يعني في بعض الناس بتطلق المساله تماما. اي شيء ورد عن تحديدا السلف يعني خلينا مش بقى ما قبل النبي، لان ما قبل النبي غالبا لما يثبت لنا هيثبت لنا من خلال القران او السنه وشرع من قبلنا شرعنا لنا ما لم يخالف شرعنا، لكن او ما لم يخالفه شرعنا. لكن الفكره بقى الاخطر والاكثر احتياجا للتاصيل والتحرير هي فكره من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انت شايف ان الموضوع مطلق في الحاله دي؟ احنا بقى هنتكلم على جزئيه التعامل مع تراث السلف، كيف نفهمه وكيف نستخدمه كده في حقل الغام. لا ان شاء الله مش هغلط. هي القضيه دلوقتي، هل انا بخاطب بهذا التراث عن السلف كما اخاطب بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هنا انا محتاج اولا ان يكون لي وقفه. طب انت تقصد مين بالسلف الاول؟ تقصد الصحابه؟ طبعا السلف بتشمل الصحابه في من دونهم. يعني احنا مش مكلفين باتباع الصحابه مطلقا؟ ده هيتبنى او هينبني على مسألة هل ما ورد عن الصحابي هذا له حكم الوقف ولا لا. مثلا في البحث الأصولي في حاجات لها حكم الرفع طبعا بلا شك، وحجية قول الصحابي والكلام ده كله. احنا نتكلم على الدائرة اللي فيها خلاف عشان بس نبقى واضحين، ثم الصورة هتبقى أوضح في اللي احنا بنتكلم عليه فيما بعد الصحابة التابعين فما دونهم. لو فعلا يعني لا بس انا مش هخليك تبعد عن مسألة الصحابة شوية، لان برضو خلينا متصلين بواقعنا شوية. احنا عندنا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أقيم عليه حد، تمام، والقصص معروفة، تمام، ماعز والغامدية، من أقيم عليه حد القذف في مسألة الإفك أو في حادثة الإفك، تمام، غير ذلك من الوقائع المعروفة، تمام. يقينا لا يختلف أحد أن مثل هذا الفعل من أفعال الصحابة الذي لا ينفي عنهم الصحبة لا يتبع، صحيح، مفيش خلاف في هذا. طيب ازاي اميز بقى؟ ما هو انا مش هسيبها برضو كده. يعني الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الاحاديث ان عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فجعل لهم سنه. تمام. انا عايز برضو قبل ما ننتقل من الصحابه نبدا نأصل المعنى بتاعهم، لان اتباع الصحابه رضي الله تعالى عنهم، في ناس بتدخل بشبهه في النقطه دي يقول لك طب ما الصحابه اقتتلوا. تمام. حصل بيهم اقتتال، ابقى مع انهي فئه؟ انت مش مطالب انك تكون مع فئه معينه. صحيح. انت مطالب بايه عشان اقدر اميز في الحاجه دي؟ كلام سليم. وهنا بقى دي الناحيه الاصوليه اللي دايما بيأصلوا ليها، ازاي اميز الخطاب اللي ورد عن الصحابه؟ اهذا ورد على سبيل الرفع اللي هو موقوف له حكم الرفع خلاص ده زيه كانه خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني ما اجمع عليه الصحابه ده صار حجه، ما فيش مشكله. الجزء الثالث بقى اجتهاد الصحابي، متى يعتبر قول حجه؟ وده محل خلاف بين اهل العلم. جميل. هنا بقى دي اللي بنتكلم عليه، دائرة الأمور التي لم تصل إلى حد الحجة التي لا يجوز مخالفته. هي دي الجزئية اللي احنا بنتكلم عليها. اجتهاداتهم بقى، سواء اجتهادهم في الأمور الفقهية، اجتهاداتهم تعبدية السلوكية ونحو هذا. هو ده المحور احنا بنتكلم عليه. طبعا من دونهم الأمر أسهل، لأن من دونهم لم يبلغوا مرتبة الصحابة. الله المستعان. فبناء عليه بداية التعاون مع التراث يكون كالآتي. احنا بنيجي نتكلم بيقول لك احنا عايزين تجديد التراث، لما تسأله عن ايه التراث؟ هو مش فاهم أصلا ايه التراث. احنا بقى عايزين نتكلم، احنا بقى بالنسبه لنا اللي احنا بناخذ هذا التراث عندي محورين، محور ما كان فيه الصواب ومحور ما كان فيه الخطا. تمام. محور ما كان فيه الخطا الامر واضح ان مرده ان احنا بنعرض هذه النماذج ونبدا ننقح. عندي بقى نموذج جميل قوي. يعني احنا ممكن ننقح اشياء وردت عن الصحابه او وردت عن التابعين. تمام. ونقول ان الفعل ده كان فيه ما هو اولى. أيوة. او كان فيه ما هو اقرب للسنه. أيوة. او كان فيه ما هو صواب وهذا الفعل ليس بالصواب. بالظبط. الحاجات دي بتخوف شويه. بالظبط. بس اللي عايز اقول بقى ان تنقيح التراث السلفي منهج سلفي اصلا. هذا منهج السلف. اللي عندي مدرسه قائمه فعليا هي مدرسه الامام الذهبي. الامام الذهبي صاحب سير اعلام النبلاء وغيره طبعا، يعني من اكثر الناس اللي اتكلموا عن السلف. الراجل يقوم بنوع من انواع الهندسه
لكيفية تلقي الخطاب عن السلف. يأتي إلى فلان من السلف، فلان فعل كذا، ندي بس نموذج من النماذج اللي هو اتكلم عليها زي نماذج. منها مثلا لما تكلم عن الإمام أبو بكر بن عياش قال مكث نحو من 40 سنة يختم القرآن في كل في يوم وليلة، كل يوم وليلة بيختم القرآن. الأمر عبادة جميلة جدا طبعا. هو يعلق يقول إيه؟ هذه عبادة يخضع لها، ولكن طاف قدامها يخضع لها دي حاجة عظيمة جدا يعني. وبيختم كل عبادة عظيمة، حتى لفظة الخضوع نفسها تحس إن فيها كده من أنواع الإيه؟ أنت توقير واحترام طبعا. قال ولكن متابعة السنة أولى. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا ولا فعل هذا، بل وأمر ألا يختم القرآن في أقل من 3. لما نأتي الأثر تاني أيضا عن واحد من أئمة السلف وكيع بن جراح، كان ورد عنه أنه كان يصوم الظهر ويختم كل ليلة. برضو يقولك نفس الكلام، هذه عبادة يخضع لها، لكن شوف بقى بيقولك إيه، ولكن هذه من هذا الإمام مفضولة، لأن هو مطالب أن هو يكون على نهج السنة وهنا خالف السنة. ده بالنسبة للمحور اللي حصل فيه خطأ. ما هو المحور ده للأسف يا دكتور، يعني الحديث ذو شجون، ما ينفعش نعدي ان الواحد احيانا لما بيجد بعض الخطاب بيصدر هذه النماذج، مش عايز اقول نماذج تعجيزية، لكن ممكن احيانا لو اطلقت هكذا الواحد يحبط. صحيح. انا مش هقدر اختم القرآن كل يوم بالظبط، ويعني لو ختمت كل 3 ده هتبقى في فترات مثلا مواسم العبادة، في أوقات اللي الواحد مش يعني مش منشغل بيها، والحياة يعني بتتنوع بالزبط. فأحيانا أنا أذكر أن في بعض النماذج بتطلق في الخطاب الوعظي، يعني مثلا الرجل الذي سمع آية من آيات القرآن فصعق فأخشي عليه، والتاني واحد تاني ده ذكر أن هو مات عشان طب أنا هعمل إيه في دي؟ يعني أنت بتقولها لي، أنت يعني هو يقينا اللي بيقولها من منطلق حسن النية. صحيح. يعني هو عايز يرغبك. صحيح. في الخشوع. صحيح. يرغبك في التأثر بالقرآن والتدبر، بس لما بتطلق هكذا انت بتعجزني. انا معرفش اعمل كده، معرفش اعمل ده. هو هنا برضه نرجع لنفس مدرسة الذهبي، ما كانش بيمر عليه مرور الكرام. لما ورد اثر عن احد السلف انه كان لا يتبسم، قالوا ليس في هذا مدح. ده هو ده انت النموذج ده النبي يرغب في التبسم، هو كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، انما هذا يؤذن بخشيه وخشوع. يعني هو الراجل عنده طبعا نفس اللي بنتكلم عليه، لعل هذه الاحوال كانت شيء خاص. هو الراجل كان فيه رق الطبع بحيث انه لما يسمع ايه كذا لكن انا مش مطالب بالتاسف ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع القران ولا يخشى عليه. نعم. ممكن يبكي، ممكن فرأيت وجهه بالزبط. قد اغرق بالدمع، يعني بالزبط. ممكن كل ده، لكن ان انا افضل اتعامل مع هذه المنطلقات. يعني بتذكرني دي قصه، اعتقد كان بعض الناس ما اعرفش صحت ام لا، يعني ان صلاح الدين الايوبي، هو يعني صلاح الدين مش من السلف بس يعني هو بيذكر من باب ذكر الصالحين، يعني فان هو كان بيتلو بعض الاحاديث على استاذه، فلما جاء حديث مسلسل بالابتسام وبدا يقول الحديث ما تبسمش، فقال له اكمل الحديث، قال كيف اتبسم والمسجد الاقصى اسير. واحد كان يسمع دي، طب هو ده الاولى؟ ده حديث، والحديث ما هو انت احيانا بتبقى فيه نوع من انواع الارهاب الفكري، انا مش هقدر اتكلم على صلاح الدين. لا، انت كلامك عن الامام الذهبي بيقول لا انا ممكن اتكلم، تتكلم ممكن اقول لا دي السنه ان انت كنت تتبسم في الحديث ده. على السنه لو صحت، يعني الروايه صحت، انا ما اعرفش صحتها بصراحه، بس حضرتني يعني. هو ده النوع من الخطاب معروف اعتقد. صحيح. ان هو يعني مطروق ومعروف، وانا ارى اثره، يعني ارى اثره في بعض الناس اللي ممكن يكونوا مقبلين جدا والامر ده بيعقدهم. بالظبط بالظبط. ودي حته تبقى المحور الثاني بقى، ما صح عن السلف هو صحيح، لكن عايز تنقيح في تنزيله على الواقع. لابد ان ينظر للاحوال، يعني حاجه عملوها هي صح فعلا، هي صح ممكن تكون صح بس في زمانهم، على قدرهم، على حسب احوالهم. انا عايز اخاطب الانسان العصري بما يناسبه هو. اذا كان الخطاب الاحكام الشرعيه تتغير بتغير الزمان والمكان وهذا لا ينكر، فما بالك بقى باحوال. انا عايز اخاطب اللي عايش النهارده باللي يناسبه النهارده، اقدم له الدين اللي هو يعرف يطبقه، مش اللي يحس معاه بالتعجيز. انا ممكن اشحذ الهمم، اقول يا جماعه حصل كذا 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 كذا، بس اكمل بقى. اروح مكمل، وانت بقى تقدر تعمل ايه بما يتناسب مع كذا. انت راجل عندك كذا، عندك مشغل، عندك كذا، عندك كذا، ادي له الخطاب بقى اللي ينفعه، هو ده التكميل بقى. ما هو المشكله ان احيانا الخطاب بيبقى في درجه من درجات الفرضيه. يعني انا دلوقتي بفترض ان ده هو ده النموذج الامثل، وعشان كده برضو ده بياخدني النقطه. يعني بصراحه الواحد لما بيشوف التاسي المطلق، احنا اتفقنا ان في تاسي مطلق وتاسي هنا واضح ان احنا هنبدا نقيد، يعني مش هنطلق اي حاجه تاتي او اي روايه او اي اثر خلاص يلا هننفذ، ممكن ما نقدرش.
لكن في حالة مثلا النماذج القرآنية أو التوجيهات القرآنية أو الحاجات اللي من النبي صلى الله عليه وسلم دي يصعب جدا جدا ان انت تجد لها استثناءات. ما حدش يقول لك لا دي مستحيلة، لا ما فيش حاجة النبي عليه الصلاة والسلام عملها مستحيلة. بالزبط. يعني كحاجات مما يمكن الاقتداء بها لا ينفع. أيوه. وتلاقيه دايما فيها خطاب الواقعية، يعني صحيح. لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. أيوه. ممكن. أيوه. ممكن ثلاث أيام وتلاقي ناس تقدر تعملها، وشوف ناس تنهض همتها. لذلك ممكن صيام يوم ويوم أو ثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين والخميس، خطاب واقعي. بالزبط. ولذلك يعني إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وده اللي ممكن فعلا تقوم انا معاك اللي تقوله، هتلاقي تنزيل خطاب الشرع ليس فيه حرج، ليس فيه حرج نهائي. تنزيل التطبيق لخطاب الشرع ممكن يكون فيه حرج، وممكن يكون مرتبط برضه بطبيعه الانسان. بالظبط. يعني في من الحاجات اللي حضرتك ذكرتها دي هو ممكن طبيعته كده. انت كنت قلت لي مره ان في واحد من السلف ما رفعش راسه الى فكرني كده بالاثر ده. 40 عاما مكث 40 عاما لا ينظر الى السماء. طب هو هذا ليس يعني الذهبي يعلق على دي؟ الذهبي بيعلق بيتكلم على ان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع راسه للسماء. غير ان احنا مطالبين، حتى كان بيرد رد فقهي، طب ازاي لا ارفع راسي للسماء اذا كنت انا مطالب كمؤمن بان ارفع راسي لانظر في اوقات الصلوات؟ حتى كان بيرد عليهم حتى ازاي انت كواحد مثلا مفترض من ائمه الفقه يعني ازاي لا ترفع راسك الى السماء 40 عاما؟ فكان بينقح برضه، بيرد ما بيسكتش. وده اللي احنا عايزين نتكلم عليه. مثل هذا النماذج عايزه هدوء كده، تنقيح. والصحيح منه برضو عايز تنقيح. ما هو لذلك يعني الواحد فعلا بقول لك ده بياخدنا لفكره الـ ان التأسي ده لازم يكون له معياريه. بالزبط. ولازم يكون له ضوابط، ولازم يكون له حاجات نقدر ان احنا من خلالها يعني اسهل شيء فيها زي ما بقولت كده ان في حاجات اللي النبي عليه الصلاه والسلام عملها. بالزبط. دي مش هنختلف عليها. بالزبط. ولو هي سنه صحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام هذا كده، وقابلها التوجيهات القرانيه والاصول القرانيه دي ما فيش فيها اي حاجه. طيب ما جاء به السلف رحمهم الله هل هنتركه؟ ابدا ما ينفعش. بس لابد من ان احنا يعني سياقاته وتنزيلها على ارض الواقع لازم يكون له نوع من انواع الضبط ونوع من انواع الارتباط بفقه الواقع وحال الناس عشان ما نعقدهمش. ما هو انا مش عايز ابقى اتكلم وبذكر حاجات عن السلف وتكون النتيجه عكسيه. بالزبط. تكون النتيجه تنفير، تكون النتيجه افتان انت يا معاذ. النبي قالها لاحد الصحابه. صحيح. رضي الله تعالى صحيح. عنهم. ما هو دي الصحابي صلى العشاء شوف بقد ايه، لكن لا قال له ده مش ده اللي ممكن يسع خطاب عموم الناس. لان الشريعه لما بتخاطب ما بتخاطبش عالي الهمه فقط. بالظبط. ما بتخاطبش الائمه فقط. وده ان شاء الله بقى يعني عشان طبعا كالعاده الوقت سرقنا وخلص قبل ما نقول كل اللي احنا عايزينه، نكمله باذن الله تبارك وتعالى في حلقه اخرى. بشكر اخويا وصديقي الدكتور محمد على الكلام الماتع ده، ونكمل في حلقه اخرى ان شاء الله من حلقات اسوه. انتظرونا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.